ايه يا فندم، ايه الوضع؟ بص، هو الحكايه الحقيقه العيادات مختلفه تماما عن المستشفيات. هي المشكله الحاليه اللي مطروحه هي خاصه بالعيادات، لان المستشفيات بتتسجل مستشفيات وليها سجل تجاري وهكذا، انما العيادات دي مهن حره غير تجاريه واماكن خدميه، ما هياش تجاريه ولا اداريه. اللي حصل ايه؟ انه في 5 اكتوبر الشهر ده فوجئنا بعدد من المحافظات المجالس المحليه بتلف على العيادات وتديهم انذار. في بعض المحافظات ادت انذار بان هم لازم يجوا يتصالحوا، يقدموا طلب يحولوا المقر من بتاع العياده من سكن لاداري، وبناء عليه علشان يتصالح ويعمل من سكن لاداري يدفع من 1000 ل 2500 جنيه على المتر من مساحه العياده حسب موقعها، والا هيقطعوا عنه المرافق، الميه والنور وكده. وفي بعض الاماكن الثانيه شمعوا بعض العيادات مباشره من غير حتى انذار، وفي اماكن قالوا الانذار لمده 15 يوم. فطبعا احنا انزعجنا جدا جدا، لان العيادات دي مترخصه يا استاذ عمرو من الدولة، يعني متسجلة. هو العيادات تخضع لقانون اسمه قانون المنشآت الطبية. قانون المنشآت الطبية ده صدر سنة 81 وتم تعديله بقانون 153 سنة 2004. قانون المنشآت الطبية بينص على انه اي عيادة خاصة لازم الطبيب يسجلها في النقابة، سواء نقابة الأطباء او الأسنان، ثم يحصل على الترخيص من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ممثلة للمحافظ. وبعدين الرخصة بتطلع مختومة بختم المحافظ، بختم المحافظة، بختم النصر، وموقعة من محافظ المحافظة أو وكيل المحافظة. يعني رخصة رسمي نظمي، الدكتور لم يتجاوز أي قوانين. دكتور أسامة، ده أعراضه الجانبية إيه؟ يعني اتكلم برضو بلغة الطب، لو العيادة تحولت من سكني لتجاري دي بتبقى مشكلة في إيه؟ اشرح للناس لو سمحت. المشكلة، طب اسمح لي أقول لك حاجة بسيطة قوي بس. دلوقتي الأطباء سجلوا ورخصوا عياداتهم وفق صحيح القانون، ومحدش قال لهم ساعتها لأ أنت الشقة دي سكني أو إداري. زائد إن هو طلب منه يقدم لإما عقد إيجار لإما مستند ملكية، وقدمه بالتراخيص وحصل على الرخصة. ما ينفعش أجي أنا بعد سنة ولا اتنين ولا عشرة ولا عشرين 30 سنة حتى في بعض الزملاء وأقول له لأ ده أنت كان المفروض تبقى إداري، تعالى تصالح وادفع من 100,000 مثلا لو العيادة 100 متر، من 100,000 ل 250,000 جنيه. ده أزعج الدكاترة جدا. أنا ما عملتش غلطة عشان أتصالح عليها، وانت ما طلبتش مني بقانون المنشآت انه تبقى وحدة ادارية مش سكنية. وبالتالي انت عايز تحط شرط انه يبقى العيادة في وحدة ادارية مش سكنية، حطه على غير قانون المنشآت، حطه على العيادات اللي هتسجل من جديد، او اشترط موافقة الحي. لم يكن موافقة الحي شرط لترخيص عيادة. ده ضرره ايه؟ عشان سؤال حضرتك ده سؤال مهم جدا. اولا ضرره انه انا ما هدفع، الاطباء هيدفعوا من 100,000 ل 250,000 جنيه من غير بدون وجه حق اطلاقا. نمره اتنين، انا لو تكلفه العياده زادت عليا هعمل ايه؟ هحملها للمريض. اي زياده في تكلفه العياده على المريض، وظروف المريض لم تعد تسمح بذلك. يعني المريض اللي كان بيروح عياده خاصه بدا يروح مستوصفات شعبيه، واللي كان بيروح مستوصفات شعبيه بدا يروح المستشفيات العامه الشبه مجانيه، اللي ما عادش مجاني حتى. فالظروف العامه للمجتمع لا تحتمل تعقيدات زياده، وخاصه انها تعقيدات بدون وجه حق. يعني انت دلوقتي هتقول لي قانون البناء بيقول لازم مش عارف ايه، وبعدين فكره اداري وسكن دي يا استاذ عمرو دي في المناطق الجديده اللي ليها تخطيط عمراني
زي القاهره الجديده، التجمع الخامس، 6 اكتوبر، مش عارف ايه، انما الاحياء الشعبيه بتاعتنا لا كان فيها سكني ولا كان فيها اداري طب ولا دكتور قرى ولا اسامه، النجوع. دكتور اسامه، ناس كتير، انا بقول لك يعني انا دايما بحب اقول الناس بتفكر في ايه، في ناس كتير من اللي بتسمعنا يقول لك طب ما انتوا يعني انتوا بتمارسوا نشاط تجاري، انت لا يا فاتح بيه، دي واحده احنا فندم. اسمنا يا مهن دكتور، حره غير يا تجاريه دكتور، حتى في يا الضرايب. دكتور اسامه اسمعني للاخر لو سمحت. اتفضل. انت راجل فاتح هذا المكان وبيدخل الناس بتكشف وبتدفع فيزيتا، ولم تعد الفيزيتا ديت قليله، فناس كتير من اللي بتسمعنا دلوقتي تقول لك طب وايه المشكله يعني انت لو دفعت 150 200 الف جنيه مره ونقلت النشاط ده من تجاري لا من سكني لتجاري، تعليق حضرتك ايه؟ لا، ما هو ماذا يفيد تحويلها من سكني لإداري؟ هل أنت هتنقلها في منطقة إدارية بعيدا عن السكنة؟ هي الشقة هي في الدور السابع، في الدور الرابع، في الدور، فما فيش أي إضافة غير أنك بتغرم الطبيب. طب ما الطبيب بيدفع ضرايبه، الطبيب لما بيكشف على حد، وبعدين العيادات اللي بتاخد مبالغ كبيرة دي لا تمثل 1% ولا 1 في الـ1000 حتى من عيادات الأطباء في مصر. أنت بتتكلم على عيادات مثلا في وسط البلد، في القاهرة، في المحافظات الكبيرة، إنما إحنا بنتكلم على 79,000 عيادة خاصة في مصر من أول مرسى مطروح لغاية أسوان، وعيادات في القرى والنجوع وفي الأحياء الشعبية. العيادات دي شريك في تقديم الخدمة الطبية للقطاع الحكومي والأهلي. لو أنت لو العيادات دي مش موجودة، القطاع الحكومي لا يستطيع الكشف على العيانين المصريين. احنا بلد فيها 110 مليون مواطن، حوالي 60 ل 70% من الكشوفات في الحالات الغير طارئه بتتم في العيادات، ما بتروحش المستشفيات الحكوميه طبعا، لانه حتى انا ولا حضرتك ولا اي حد من الساده المشاهدين لما بيعيا بيروح بالليل عياده او مستوصف ده زي ما كانش صيدليه كمان. بالظبط. فاحنا لا يجب ابدا ان احنا نعقد الامور دلوقتي بامور غير قانونيه. يعني الاطباء، العيادات يا استاذ عمرو، احنا بندفع ضرائب اسمها مهن حره غير تجاريه، واي عياده من اول ما اتسجلت وترخصت من السيد المحافظ عداد الكهرباء وعداد الميه بتاعها، وكان التليفونات لما كان في تليفون ارضي، الثلاثه بيتحولوا لتجاري، يعني بيدفع فلوس زياده غير السكن. فاحنا الدوله خدوا مركز قانوني هذه العيادات، بقى لهم مركز قانوني، انا بلخص عيادتي وفق صحيح القانون ومعايا رخصه وعليها توقيع المحافظ. ما تجيش تقول لي اتصالح، اتصالح ليه؟ انا ما كنتش اتخصمت عشان اتصالح. طب انتوا وصلتوا لايه دلوقتي؟ اخر حاجه في هذا الامر؟ احنا يعني اللي مش هيتصالح، اللي مش هيتصالح هيعملوا فيه ايه؟ بالظبط. لا، ما هو كان في تهديد بقطع المرافق وتشميع العيادات. احنا اجتمعنا مع سياده الوزيره، مع الوزيره وزير التنميه المحليه اللي يتبعها يعني المحافظات والحكم المحلي، وقعدنا اتناقشنا وقالت والله ده قانون، واتصرفوا مع مجلس النواب وانا تحت امركم، وانا يعني كلام طيب يعني، انما ما وصلنا لجانا لمجلس النواب، ومتقدم الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنه الصحه عامل طلب احاطه للوزيره ولرئيس الوزراء ولوزير الصحه في هذا الشان، وفي مجموعه كبيره من النواب مقدمين طلب احاطه برضو. الجلسه دي هتبقى الاسبوع الجاي، واحنا كنقابه اطباء احنا يعني حاطين كل الاحتمالات، التفاوض مع الحكومة واللجوء لمجلس النواب ومجلس الشيوخ ثم اللجوء للقضاء. احنا نرفع قضية لان ده كلام غير دستوري، وجبنا وعندنا فريق قانوني، وقعدنا مع الدكتور جابر نصار، وجبنا مذكرة قانونية من الدكتور جابر، من مكتب الدكتور جابر، وهو من المكاتب الكبيرة ومعروفة في الدولة، وبعتناها لمجلس النواب والسيد رئيس مجلس الدولة، قصدي رئيس مجلس الوزراء، ولأنه الرخص دي طلعت من وزارة الصحة ومن المحافظ المختص. يعني ما ينفعش أجي أقول للدكاترة بعد العمر ده تعال اتصالح على عيادتك. فإحنا هنا يعني بنسلك كل الطرق، الاتصال المباشر والتفاوض واللجوء لمجلس النواب ثم اللجوء للقضاء، في كل الطرق علشان وقف هذه القرارات، لان هذه القرارات احنا شايفين
وده فتوى كمان المستشار القانوني بتاعنا والدكتور جابر النصار، انه العيادات الخاصه غير مخاطبه بقانون التصالح ولا قانون البناء اللي بناء عليه بيتعمل قانون التصالح. دكتور اسامه، فاحنا بنتمنى ان الساده المسؤولين ومعالي دوله رئيس الوزراء يعني يستمع لهذا الطلب ويستجيبوا ليه، ولانه استمرار تقديم الخدمه العيادات كمان باي ديفولت كده يعني لازم تبقى موجوده قريب من المواطنين. انت يعني ما تبقاش في حته معزوله، يعني المستشفى مثلا لازم تبقى وفق حتى اي قانون والقوانين الجديده، المستشفى لازم تبقى مبنى مستقل وليها مدخل خاص، يعني في القانون المنشات الجديده هتبقى ستاند الون كده. المراكز الطبيه يبقى لها مدخل لوحدها او في دور او دورين. العيادات في اي بيت، لان العيادات دي لازم تبقى متاحه زي الصيدليه في اي طبعًا حي طبعا، يعني ودي اتاحه الخدمه الطبيه للمواطنين، دي مصلحه المرضى.